لاباس ولا فرصه باش نحسوا التغيير ونبنيو كثير زن غساكي ثمنات الخضاريه تساد دو كواهي للناغ الدعايه اثرانين سبعه شتنبر اديت الدون نساد انا هضاري مزداغ الخضاريه واثن نشارك تيكتي وين الناغ اكد واهي للناغ ادني وين الوكازيون نتفرانين كي ذي الزوارة أسنيني ثنمير ثنوان ثم قرانت يعني فستر ذاكيني يغد هجام ذاكي ذي الخضارية يعني نشتكي ما تشيل الحاجة تما ينوت في مزداغ الخضارية ديون ير لي باستيون لي فييف وكفر انترني غني الملايين سير حسين اي تحمد فلاس يعفو يرحم ذي الوقت ان الثوران الا ميم يزداغ ذاكي ذي الخضارية ما يزايرين وكزايرين فكان انا غثيق نسن نسيوض يعني انسى علي دي السومان يتغن يخدمن نتوض الربعة اي مليان ندد نخلق يوث يوث لا بورس نغيون السالير مينيموم يونيفرسال ارستوشينا كل ويدك يقلن ذي المحوي جث اما تيلاوين اكتغيمان ديك خامن اما لي شومور اما ذو ويدك يعني اما عذار ويدك يكحل جن دولة تيلي سيدا نسن اما ذين المذن نغدي السداويين دونك لي ستوديون اتيري سيني مليان سنتيم رايحين نزوروا كامل ولايات الوطن رايحين نوعيوا الناس بانه الالتزام والمشاركه قادر تصنع الفارق وقادره يعني تاسس للتغيير بعد يعني خلال هذه الانتخابات. احنا في الافافاس قلت برنامج يكرس السياده الشعبيه ويعاود يعني يعطي الاعتبار لاقتصادنا ويعاود يأهل اقتصادنا يأهل كل مكوناتنا الاجتماعيه الثقافيه. احنا كجزائريين لازم ناخذ الامور بجديه ولازم نشاركوا ولازم نعطيوا صوتنا للناس اللي تستاهل. هذه حملتنا حمله يعني مثل برنامجنا اللي متجه للشعب واللي متجه للاوساط الشعبيه وللطبقات المحرومه وللناس اللي لازم نكونوا سند لها. رايحين نقوموا بهذه الحمله مع كافه الشعب الجزائري في كل مناطق الوطن، وبرنامجنا وحملتنا متجهه بالاساس الى يعني الطبقات الشعبيه باش نوعيوهم ونفهموا لهم يعني لامبورتونس تاع المشاركه نتاعهم في العمليه الانتخابيه، لانه الى تجندوا وشاركوا بقوه قادرين يصنعوا التغيير وقادرين يصنعوا الفارق في المستقبل ان شاء الله.